أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤيا، والبداية بالعناوين. جثمان اللواء المتقاعد خالد نزار يوارى الثرى بمقبرة العالية في العاصمة. دوليا اشتباكات عنيفة وسط قطاع غزة، والاحتلال يكثف استهدافه مخيم البريج. والأرجنتين تتراجع عن قرار الانضمام إلى مجموعة بريكس الاقتصادية. أهلا بكم من جديد. وري الثرى اليوم السبت جثمان الراحل اللواء المتقاعد خالد نزار في مقبرة العالية بالعاصمة، وحضر جنازة المرحول كونين الوزير الأول نذير العرباوي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، وكذا وزير الداخلية إبراهيم الراد. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد قدم أمس تعازيه لأسرة الفقيد الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 86 سنة إثر مرض عضال. في موضوع آخر، وفي إطار الزيارة الميدانية التي قادت البعثة الاستعلامية للجنة الفلاحية والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني إلى ولاية تسمسيلة، وقفت اللجنة على واقع القطاع الفلاحي بالولاية من خلال برمجة لقاءات مع الفلاحين والفاعلين في القطاع، لتختتم الزيارة بتنظيم لقاء مع الفلاحين للاستماع إلى انشغالاتهم وتطلعاتهم. التغطية لنسرين عياد مراسلة رؤيا بتسمسيلة. نحن صعبت اللي ما تصلحش للسيريان نديروا هالشجره. يعني عما عندنا شحال، احنا قلت لك ولايه السمسيت عندنا فقط سلمانه اللي فيها الماء، المناطق الاخرى نشوفوا نديروا دي فوراج بروفو بيتجاوزوا، باسكو احنا عندنا مياه بيتجاوزوا اكثر من 200 اخر، في حال ما اذا توفرت المياه ان شاء الله يكون عندهم اولويه تجور لا فين بيروت مام كاع المناطق الاخرى ان شاء الله ربي يكون فيها ديزيسي. كما قلت، الدولة الجزائرية لها اهتمام بالغ في هذا القطاع، وهو ما تلاحظونه يوميا من خلال تدخلات السيد رئيس الجمهورية في مجالس الوزراء، حيث بكل مرة وأنتم تتابعون في كل مجلس الوزراء السيد الرئيس يتطرق إلى هذا القطاع. احتضنت ساحة الثورة بعنابة فعاليات التظاهر الوطنية أدرينالين للفن المعاصر والزخرفة الداخلية في طبعتها الأولى، بهدف تبادل المعارف والخبرات بين الحرفيين والفنانين المشاركين، وكذلك تشجيع الشباب على خلق المؤسسات الناشئة في الميدان الثقافي والفني. التغطية لحكيم دلهومي من عنابة. احنا تلاقينا بفنانين وصباغ الحديثة والزخرفة، رانا شعمل ولاية، وانا كسفير ولاية معسكر عيسى فرعون في المنشكيلي ونحات، ولشرب رانا في عنابة ونعبر على الرسالة، كل واحد ورسالته، هما صباغة وراكين شويه فنانين، وانا عبرت على الرساله تاعي هذه على اخواننا بغزه لمسانده اخواننا بغزه، وهذا اخر اقل شيء كما يقول لك. دوليا يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزه لليوم 85 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عده في القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه، تزامنا مع اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية حماس وجنود الاحتلال. وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت آليات للاحتلال في مخيم البريج، كما اشتبكت مع جيش الاحتلال بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. يأتي ذلك في حين تواصل قوات الاحتلال شن حملة اعتقالات بالضفة الغربية، كما أعلنت الخارجية الأمريكية أنها استخدمت قانون الطوارئ لتمرير صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 147 مليون دولار من دون موافقة الكونغرس. إلى الأرجنتين، أين أعلنت تخليها عن الانضمام لمجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، وذلك بعد أن كان من المقرر أن تنضم رسميا للمجموعة مع بداية جانفي المقبل. وأفادت مصادر إخبارية أن الرئيس الأرجنتيني خافير مايلي رفض الدعوة الموجهة لبلاده لتصبح من أعضاء مجموعة بريكس. هذا وكان مايلي قد صرح عدة مرات بأنه ينوي في سياسته الخارجية التركيز على العلاقات مع واشنطن وليس مع دول بريكس. وأدى خافير ميلي اليمين الدستورية رئيسا جديدا للأرجنتين في بداية ديسمبر الجاري بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية. بهذا الخبر من الأرجنتين نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية. إلى اللقاء.